نفس الحكاية اللي كنا قلناها في الأسبوع في الشهر الماضي. عندنا السقف، والسقف ده مهم بالنسبة لي، وشوفوا كيف مع إنه نزل ضرب 17 وكانت تعادل في حائل، شوفوا حائل ما قدر يغلق فوق 161 فيه وطول، وقفت في وجهه عند 19.42 هلل، جلس شهر شهرين ثلاثة أربعة ما قدر نزل. لما نزل وصل 17 ريال كنا نقول لازم يرجع إثبت عند 17.80، رجعه في أوغست. شوف الآن رجع ضغط مع مطلع الشهر، شوفوا اليوم كاسر 17 بثمانية هللات. خلينا نسلم جدلا، لسه قدامنا 10 أيام إنه حايل يبغى يضغط. طيب أين توجد؟ إذا قلنا في 15.75 هي حقة اسمنت الشمالية، طيب أين الثمانية وثلاثين فيبو؟ الثمانية وثلاثين فيبو حقة حايل 16.4 هللات، أتخيلوا حايل يقترب منها، منها وتحت يخرب مطنها من منطقة. شوفوا مدعومين بمتوسط المئة، وهذه المنطقة كلها منطقة يا عم شراء وانت مغمض، لأنه إيش المتوقع؟ حايل شوف ما تقدر ترسم له ترند، واضح إنه حايل في الشارت إن شاء الله المستقبلي الآن اللي بترسم هو يبغى يسوي قاع صاعد. نحن قاعدين برضو نستنى وتد، لو ترسم وتد يعني فلنفترض، خلينا نرسمها افتراضي، لو نزل حايل وصل هنا وارتد من هنا صار عندنا هنا شمعة وتد، يعني خلينا نعكس السهم ده نخليه افتراضي، خلينا نقدم النزول مثلا وارتد حايل ورجع قفل فوق ال 17 واطمني انه لامس ال 38 فيه، كيف حيكون الترند الجديد في حايل؟ تسحب الترند كده وبعدين تاخذ القناه كده. هيا شوف شوف، طبعا واضح انه هدفنا على لو عدنا فاقتحمنا 18.80 و 19.40، شوف حايل كشف ال 21.5، لكن شوف ابعاد القناه ممكن يوديك حايل 25.5 و 26.30، 78 فيبو من الموجة ممكن بالراحه. طبعا نحن حنمشي تكه تكه وقتها. طبعا اول شيء عشان نفتح ملف، لا هي دائما النسب الذهبيه من الموجه الرئيسيه هي اللي حتكون العنوان للانشكاح اكثر نحو الاهداف الجديده.